اسمعوني زين يا رجاله، انا عايزكم صحصحين كيف الديابه. تمام. عليكم فنجله كيف السجور. نوف من الحديد. لازم اجد المسؤوليه. النمله مش هتعدي. ودلوك توكلوا على الله. الله 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 الله، من اولها من اولها. فين الملاحيظ اللي قلت لك عليها تحطها على اليونيفورم؟ مال اليونيفورم؟ ما حلو يا سيدوني. لا بالنسبه لك حلو، ناقصه بذر بطيخ. قلت له يحطه على الحته دي الحمراء والحته دي بذر بطيخ كتير، لانه هو لابس بطيخ. لو مش هتطلع بذر هيبقى دعايه وحشه للبلد، لانه البطيخ من غير بذر يبقى فيه هرمون على طول. صح يا سيدوني، فين البذر ايه؟ مش قد الفاكهه، شوف لك فاكهه تانية اسهل. يعني مثلا مانجايه بذرتها بتبقى كبيره، حضنها او حطها في ظهرك، شوف تتصرف ازاي. المهم قلت له مع التعليمات كويس؟ كله تمام يا سيجوني، التعليمات تمام واتحفرت في النافوخ. تشبيه سخيف يعني بس هعديه. دلوقت انا عامل شعار للمرحله، اتمنى تسمعوه وتشاركوني فيه. ايوه طبعا هنشاركك فيه، يلا سيدوني. لا انا اسمع الاول، اسمعه مش ممكن يطلع سخيف. اتفضل. مزاري توتير رجالة تمام، دايما جاهزين في نهار او ليل. انتوا هتقولوا مزاري توتير مزاري توتير. مش هقول، ابقى خلص لو اشوف هقول. هو قال لك ما هيقولش، انا هقول معاه. مزاري توتير مزاري توتير رجالة تمام، عنا لا بتنام تسهر 100 يوم ولا تعرف نوم. مزاري توتير مزاري توتير. والمستر كيه اسم الله عليه. قول يا سجون مستر كيه اسم الله عليه. هتقول مستر كيه اسم الله. ومن حلاوته المستر كيه هنقوله مرتين. قول يا سيدوني معاه. المستر كيه اسم الله عليه. المستر كيه اسم الله عليه. وزبوننا يعيش احلى الايام، مزاري توتل ولا في الاحلام. سامحني يا رب، توب علي يا رب. توب ايه؟ هو ده ذكر، ده هو سؤاله من قلبه مش اكتر. سيدوني انا عاوز اروح المزاري توتل. ما احنا فيه يا بابا. انت حصل لك ايه؟ ازاي تأثرت بالكلام ده كده؟ الواد دي نبغى يا سيدوني، والله العظيم الواد دي نبغى. المفروض هو اللي يمسك لنا الدعايه. ايه؟ ايوه طبعا يا سيدوني. خبر انت لو الاغنيه دي هو اللي عملها لك عسيلي، شوف هياخد منك كام. العسيلي استحاله يعملها. ليه يا سيدوني؟ عشان متعلم، وعلشان دي اصلا مش غنوه. وبعدين ثانيه واحده، اشمعنى العسيلي بالذات؟ ايه اللي اشمعنى عسيلي؟ هو مش شغال في العقارات؟ لا البنوك. عقارات؟ بنوك. بنوك تستثمر فيها تعرف تجيب عقارات. عموما انا هعتبر اللي حصل ده كله ما سمعتوش ولا شفته، هشيله من الذاكره بمقص. اخرك اخرك ممكن تقوله لاحفادك قدام. خليك فاكره يا ايام عشان احفادك. ربنا يكون في عونهم. المهم مش هينفع نقوله هنا ولا نجيب سيرته، عشان الزباين اللي هنا فيهم دبلوماسيين. واه مش الدبلوماسيين دول الناس اللي معاها دبلوم؟ ايه اللي هتقوله دي يا ايام؟ هم كملوا بعد الدبلوم. معلش يا سيدوني ما يفهموش. الدبلوماسيين دول يا ايام اللي هم الناس المسلمين اللي يحبوا الهدوء ويكرهوا الضديد. ضديد؟ ضديد دي غريبة شوية مش فاهم. يعني قصدك لما بيشيلوا الودنة يطلع لهم ضديد في صباحهم؟ ولا فلان ضديد في اللغة العربية؟ ولا ضديد القطر؟ ولا الموبايل ضديد؟ أصل بص هما يمشوا على كذا احتمال، يا 4 جيم يا 4 دال يا 2 جيم و1 دال، فاهم قصدي؟ كتير قوي. أنت بتتنمر عليا يا سيدوني. تنمر؟ ضديد بيحب الهدوء ويكره الضديد. إيه الضديد؟ ضديد القطر. الضديد يا سيدوني، الضديد اللي هو بس. عموما يعني الدبلوماسيين يعني ناس تبع دولة تانية. كيف يعني يا سجوني؟ ما اللي في الفندق كلهم من بلد تانية يبقوا دبلوماسيين. ايوه صح. انت ايه دي ايام؟ انت نبغى عنده خبرة في الدعاية والاعلان وفنان ومفكر كمان. ولا اي حاجة من الكلام ده، كلام فاضي. ايام ولا حاجة. طب رد على السؤال، رد على السؤال اللي افحمك بيه. افحمنيش ازاي؟ كل الارداني اللي هنا من بلد تانية يبقوا كلهم دبلوماسيين؟ لا طبعا، انا بس يعني حاولت ابسطها على قد عقولكم. انما يعني هو الدبلوماسي اللي هو انسان يعني مهم غير الناس العاديين. غير الناس العاديين يعني عنصريين. عاوزنا نبقى عنصريين يا سيدوني؟ لا ماشي، عاوزنا نميز بين الناس. بس لا يا سيدوني، احنا هنا في الفندق ما هنميزش بين الناس. وبره الفندق عادي. جاتشا. شفت ازاي؟ مفيش بوينت معينه، انسان هلامي. أنا أصلاً بتساير معاكوا إزاي؟ دي عنصرية. لا طبقية. يلا روح شوف شغلك. في زبون أسباني عايز حد يشيل الشنطة. يلا سيدوني إحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقفلناه خلاص. أنا ما هشيلش الشنط لحد. هتشيل. أنا ما هشيلش الشنط لحد. هتشيل. أنا دوست إني أشيل الشنط لحد يا سيدوني. أوكي قطعت عيشك بنفسك، ترجع بقى تاني حافي تجري في الحقول تدور بقى على أغصان البامبوزيا عشان تولع فيها وتتدفى أنت وعيلتك.